اليوم لسنا نحتفل فقط ولكن لنفتخر بالسياسة الرشيدة للأسرة الملكية من المغفور له جلالة الملك رحمه الله محمد الخامس، وكذلك ملك النهضة جلالة الملك رحمه الله الحسن الثاني، ولا ننسى ملك التنمية المنصور بالله محمد السادس نصره الله. الحسن بوضاد أب طفلتين مشاركتين في النسخة السابعة لمخيم صيفي الشاطئي الذي تنظمه جمعية الأيادي المتضامنة. كان لنا اليوم الشرف الحضور إلى هذا المخيم ومشاركة الأطفال والأطر التربوية احتفالات بالذكرى الغالية، ذكرى 39 لاسترجاع أقل إقليم واد الذهب. حضرنا نشاط من الصباح إلى الآن، المخيم يزخر بكفاءات عالية من أطره ومديره التربوي الذي نقدم له الشكر الجزير على حسن الضيافة والاستقبال وعلى قبوله مشاركتنا له ولجميع الأطفال المشاركين فرحة هذا اليوم وهذه الذكرى الوطنية الغالية، والشكر لكم. اليوم كانت عندنا واحد زيارة للمخيم ديال جمعية الأيادي المتضامنة، قضينا معهم واحد اليوم اللي هو يوم ديال ذكرى استرجاع إقليم والذهب إلى حاضرة الوطن، فكان واحد استقبال رائع وكان واحد احتفال بهذه المناسبة. خلد واحد مرت واحد الفقرات خلدت لهذه المناسبة، يعني عطتنا واحد الجيل، كتلقى واحد الجيل جديد اللي باش يعرف الأمجاد والمسائل اللي عاشها أجداد ديالنا، فباش يحرونا ويسترجعونا الأقاليم ويكملونا الوحدة الترابية ديال المغرب. السلام، أنا اسمتي أمنية، هذه المرة الثانية اللي جيت للمخيم الأيادي المتضامنة، فيت غدا معهم العين لوح، واليوم كاين دابا في المركز التخييم، كاين مركز التخييم عين السبع. اليوم كان عندنا حفل ديال استرجاع واد الذهب، صراحه الحفل داز زوين، كم كانوا عطاونا واحد رقصات وكانوا لوحات وايضا كانوا اناشيد. هو يوم للاحتفال وتخليد ذكرى عزيزه الا وهي ذكرى استرجاع واد الذهب، ونحن كذلك كمغاربه وراء صاحب الجلاله الملك محمد السادس باسمي وباسم رواد واطر الايادي المتضامنه، اليوم نحن جد سعداء بتخليد ذكرى عزيزة على قلوبنا بوطنية بحماس بتجديد البيعة والولاء، وهي مناسبة الحث على الوحدة الوطنية، وأقولها كما قالها العديد باسم الله الوطن الملك، نموت ونحيا بها ودائما الصحراء مغربية. وتحية لكل المنابر الإعلامية التي واكبت أنشطة رواد وأطفال مخيم الأيادي المتضامنة بربوع المملكة العزيزة. اليوم نقولها عاش الملك، عاش الملك.